إذن ينضم معنا عبر الهاتف السيد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. مساء الخير لك سيد حلمي. مساء النور، تحياتي. أهلا بك. يعني عريضة بريطانية لطرد سفيرة الاحتلال تجمع 80,000 توقيع في يوم واحد، هذا في عقب يعني دعوتها لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة. يعني هذا يدلل على تحول كبير بالرأي العام العالمي بما في ذلك الأوروبي ومنه البريطاني، لا سيما أن بريطانيا من الداعمين لحكومة الاحتلال بهذا العدوان الهمجي الشامل على أهلنا في قطاع غزة، واعتبروا أن ذلك جزء من حق الدفاع عن النفس ليعبر الشعب البريطاني على مدار 93 يوم من عمر هذا العدوان تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه ضد سياسة دولته وحكومته المنحازة إلى جانب الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية. واليوم بعد أن يعني وصلت مواقف هذه الشعوب إلى يعني مراحل متقدمة من الإدانة للعدوان ومن المطالبة بالوقف الفوري له، وبادرت جنوب أفريقيا مشكورة برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية، تصدر تصريحات يعني من أوساط مختلفة في دولة الاحتلال بما فيها السفيرة الإسرائيلية في لندن. هذا أثار حفيظة يعني الشعب البريطاني والقوى المناهضة للاستعمار والاحتلال وللإبادة الجماعية، وهذا موقف نبيل نرحب به ونتوقع البناء عليه سواء على صعيد بريطانيا أو على صعيد أوروبا عموما بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. طب هنا سيد حلمي، يعني باعتقادك في ظل هذه التطورات يعني على الصعيد المحافل الدولية، يعني كيف اليوم يمكن العمل على الاستفادة من كل ما يجري على المستوى الحراك الشعبي العالمي؟ يعني هذا الصمود البطولي للشعب الفلسطيني رغم الخسائر ورغم الآلام والجراح والدمار وحرب الإبادة الجماعية، هو يبهر العالم بصمود وتضحيات الشعب الفلسطيني الذي يتوق للحرية والاستقلال. المطلوب الآن هو تعزيز اللحمة الداخلية الفلسطينية عبر منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتوسيعها لتكون إطارا جامعا يضم كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي برؤية سياسية واضحة تقوم على أساس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بدولة فلسطينية كاملة السيادة على كامل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194. هذا التحرك الوطني الفلسطيني الوحدوي يعكس وحدة سياسية وكفاحية من شأنه أن يقطع الطريق على ما يسمى باليوم التالي، وأن يبقي هذا اليوم هو يوما فلسطينيا بامتياز، لا أمريكيا ولا إسرائيليا. طب هنا أيضا على الصعيد يعني حراك الدبلوماسي وما جاءت به جنوب أفريقيا، يعني التساؤلات، يعني لماذا فقط جنوب أفريقيا التي فعلت مثل هذه الدعوة وليس الأردن مثلا أو تونس؟ يعني النظام العربي الرسمي يقف متفرج على كل ما يجري ولا يحرك ساكنا، وغالبا ما يأتمر بأوامر الإدارة الأمريكية، ولكن هناك تأييد وانضمام من قبل منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة عربية وإسلامية، لكن
من دق جدران الخزان ومن قرع الجرس هي جنوب أفريقيا، هذه الدولة العظيمة التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه وتطلعاته الوطنية، عملا بما قاله عظيمها نيلسون مانديلا الذي قال إذا لم تتحرر فلسطين فإن جنوب أفريقيا لم تتحرر. بهذا المعنى، بهذا بهذه القيم النضالية الرائعة تتحرك جنوب أفريقيا ضد المجازر وضد حرب الإبادة الجماعية، لا سيما أنها اكتوت بنار التمييز العنصري وعانت من الاستعمار الغربي، وكانت يعني آخر من تحرر من نير هذا الاستعمار عام 1994. وبالتالي طبيعي أن تنبري جنوب أفريقيا لتتبوى الصدارة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حقه في الحرية والاستقلال، ولكن هذا لا يعفي أي دولة من الدول العربية والإسلامية ومن كل دول العالم الموقعة على هذه الاتفاقية، اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أن تتقدم بذات الدعوة وتقف إلى جانب دولة جنوب أفريقيا، وهذا يعطي زخما وانحيازا أكبر لصالح الحق والعدل وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في الحياة وتقرير المصير. طب هنا أيضا سيد حلمي، يعني في سياق يعني الجانب القانوني لما يعني يمكن أن يتم من خلاله تقديم كتاب شكوى رسمي مكتوب لمكتب الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية للمطالبة بالتحرك العاجل للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة المرتكبة في قطاع غزة والعديد من الأمور التي يجب على السلطة أن تفعلها. لماذا يعني لماذا لا يتم تفعيل هذه الخطوات، وأيضا ما الذي يعيقها في حال أنها لم تفعل حتى اللحظة؟ يعني نحن نطالب دولة فلسطين بالتحرك الدائم والعاجل في مواجهة جرائم الحرب وضد الإنسانية، واليوم ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الاحتلال بحق أبناء شعبنا قبل 7 أكتوبر وما بعد ذلك، والتوجه إلى القضاء الدولي وخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية للطلب منها لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، ليست في شبهة هذه الجرائم إنما في الجرائم التي أصبحت ظاهرة للعيان وبينة وموثقة قدام كل شعوب العالم والمؤسسات الحقوقية الدولية وكافة الدول الأخرى. دولة فلسطين تقول أنها تقدمت بشكاوى بما في ذلك في 3 قضايا جرائم حرب، ما له علاقة بالاستيطان والعدوان على قطاع غزة في العام 2014، وكذلك بشأن قضية الأسرى، ولكن هذه المحكمة لم تحرك ساكنة، وعلى دولة فلسطين أن تحرك كل هذه القضايا بشكل واسع بما في ذلك ما يتعرض له اليوم الأسرى بشكل أصعب وأقسى وأفظع مما كان عليه الحال عام 2014 عندما التقينا في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عمان وأطلعناه على ما تتعرض له الحركة الأسيري من انتهاكات وجرائم حرب. اليوم ما يجري جرائم فظيعة، جرائم التعذيب العلنية الجماعية الموثقة بالكاميرا والصورة والشهادات، ولذلك يعني على دولة فلسطين هنا أن تتحمل مسؤولياتها وأن تتجاوز أي تقصير قد بدا منها أو يبدو أنها لم تفعله. نعم، أنا بتشكرك سيد حلمي العرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي عبر الهاتف.